النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن كالعادة خلونا الأول نبتدي مع بعض بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح واللي كان أبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كارل نيهامر المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا، وتم عقد مباحثات حول أبرز مجالات التعاون الثنائي. بعدها تم عقد مؤتمر صحفي مشترك أكد فيه سيادة الرئيس على أن النمسا العلاقات مع النمسا قوية ومستقرة وتعود لأكثر من 150 عام. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، وترأس سيادته أيضا اجتماع للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة. القوات البحرية المصرية أنقذت أيضا 37 شخص كانوا على متن لانش سياحي تعرض للغرق في نطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كارل نيهامر المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا. اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، وتم تناول أبرز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر والنمسا، من بينها مجالات النقل والتصنيع والطاقة المتجددة، فضلاً عن مناقشة الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها الأوضاع في السودان والقضية الفلسطينية وملف سد النهضة، ده بالإضافة للأزمة الروسية الأوكرانية والأزمات العالمية. وأعقب انتهاء المباحثات عقد مؤتمر صحفي مشترك أكد فيه الرئيس على أن العلاقات مع النمسا قوية ومستقرة وتعود لأكثر من 150 سنة. امبارح شهد المستشار النمساوي كارل نيهامر والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع عدد من اتفاقيات التعاون قبل بدء المائدة المستديرة لمجتمع الأعمال المصري النمساوي، من بينها توقيع عقدي شراكة وتصنيع وتوريد مفاتيح السكك الحديدية بورشة العباسية لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع موقف الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية وعدد من الموضوعات وملفات العمل الأخرى بوزارة التعليم العالي. خلال الاجتماع تم التأكيد على التواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية للتعرف على طلباتهم والإجابة على استفساراتهم الخاصة بمستقبل دراستهم الجامعية في ظل الظروف الحالية اللي بتشهدها جمهورية السودان الشقيق. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد مدبولي أن الدولة المصرية بتتابع بقلق بالغ تطورات ما يجري في السودان الشقيق، وبتبذل قصارى جهدها على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي لدعم الجهود الدولية لوقف العنف والصراع الدائر حالياً، معرباً عن أمله في أن يستعيد السودان الشقيق استقراره وأمنه في أقرب وقت ممكن. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات البحرية المصرية تمكنت من إخلاء وإنقاذ لانش سياحي على متن 37 فرد من جنسيات مختلفة بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية بعد أن تعرض اللانش للغرق، وده بيأتي استمراراً لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالسواحل المصرية. في نشرة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها تنفيذ 67% من الخطة العامة لرصف الطرق في محافظة أسوان، ومنها أيضا إنشاء أسواق تجارية بالعريش لخدمة رواد سباق الهجن اللي بينعقد في شمال سيناء. امبارح كمان يا مصطفى كان في المحافظات يعني اخبار كثيره جدا، منها انه تم بدء تشغيل الخليه الجديده بالمدفن الصحي لمدينه بدر في البحيره، وكمان طرح اسماك طازجه للمواطنين باسعار مخفضه وارده من مفيض توشكا في الوادي الجديد، واخبار ثانيه كثير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسوان اللي أعلنت تنفيذ 67% من الخطة العامة لرصف الطرق من إجمالي أطوال 52 كيلومتر وباعتمادات 105.5 مليون جنيه، وده في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.
في شمال سيناء أقام المواطنين سوق تجاري لخدمة رواد سباق الهجن من أبناء القبائل العربية على هامش مهرجان سباقات الهجن اللي بتجري فعالياته في منطقة غرب العريش بمحافظة شمال سيناء، وتضمن السوق عرض لرؤوس الأغنام والخراف وبيع إكسسوارات الإبل اللي بتحظى باهتمام ورعاية من أبناء القبائل. في البحيرة تم تشغيل الخلية الجديدة بالمدفن الصحي لمدينة بدر تحت إشراف استشاريين وزارة البيئة بهدف تطبيق النظم الصحية والسليمة للاستخدام الآمن للمدافن الصحية، وده ضمن تنفيذ وتشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات. في سوهاج أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة أنه تم تخصيص مبلغ 27 مليون جنيه ضمن خطة المد والتدعيم للمناطق المحرومة، وده في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. في جنوب سيناء قررت المحافظة صرف مكافأة مالية للفرق الفنية المشاركة في الاحتفالية الكبرى اللي أقامتها المحافظة بالمسرح الروماني بمدينة شرم الشيخ احتفالاً بالذكرى 41 لتحرير سيناء بحضور القيادات التنفيذية ومشايخ وعواقل شرم الشيخ وعدد كبير من المواطنين. في الوادي الجديد تم طرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة واردة من مفيض توشكا، وده عبر منافذ الوحدات المحلية المخصصة لبيع المنتجات الغذائية، وبيصل سعر الكيلو ل 22 جنيه. في الأقصر حلقت في سماء البر الغربي حوالي 52 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 1231 سائح من حول العالم وسط أجواء من البهجة بين السائحين. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة أن المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج بطول 10 كيلومتر تم الانتهاء منها بنسبة 100%، وجري العمل في مسافة 800 متر لربط الطريق بطريق قلين ميت الديبة، وهيتم الاستعداد لافتتاح المرحلة الأولى خلال 45 يوم بتكلفة 1.7 مليار جنيه. في الشرقية تم تنظيم القافلة الطبية الشاملة بقرية الملاك التابعة لمركز ومدينة أبو حماد، واللي اشتملت على 15 عيادة طبية في مختلف التخصصات. قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1768 مريض من أهالي القرية وصرف العلاج اللازم ليهم.